بعرف يمكن بخجلوا. من ايش تخجل؟ ما بعرف. يعني بترجع للثقة؟ اكيد. هسه لو سألتك كم عمرك؟ 20. بس 20؟ بس اكيد. وزنك؟ وزني فيه 67. والله؟ لاني طويلة شوي. شو مبين؟ بعرف. ذات يستصعبون سؤال كم عمرك؟ كم عمري؟ 36 سنة. يعني عادي بتحكي ما عندك؟ عادي ما عندي مشكلة. طب والوزن؟ الوزن 67. يعني ما بتستصعب السؤال عادي بالنسبة لي؟ عادي. طب الصبايا التانيات اللي بيستصعبوا هذا السؤال ليش؟ كل واحد بحب يكون خصوصية يحتفظ فيها لنفسه. ما بعرف بس بحب يصغروا حالهم ممكن. طب والوزن؟ دائما الانسه بتكون يعني بتحب تبين جمال انه اصغر، عشان هيك ما بتحكي عمرها. يعني لو انا سالتك كم عمرك بتجاوبيني ولا لا؟ ما بجاوبك. انت عمرك 31. 30. وزني؟ وزني لا هذا سر. لا عادي انا بحكي ما عندي مشك. يعني 66. 66. ايش الشباب مثلا انا اجي عليك احكي لك كم راتبك؟ على الله او مستوره؟ لانه كنا عايشين على باب الستره من عند الله. عشان هيك بيرضوش يحكوا كم الراتب؟ نعم انا احسن واحد بحصل 350 ليره ومعلمه محمله جميل بعطيهم بالعشره بالعشره. كيف تاخذ راتبك؟ تعال 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 احكي. بتحكي عن عشرات؟ ضرب والله بالعشره يوميه يعني؟ خذهم يوميه. ما فيش ما في مصيبه شغل. عشان هيك يعني بيرضوش يحكوا الرواتب. زمان كان الواحد مثلا يجي بده يعني ايام الشغل وايام الحركه وايام كان في ناس تبيع وتشتري، اقسم بالله يجي الموظف يقول له معلمه بدي 100 للشهر الجاي انه ما يخصمهم عليه لانه تعب معاه. والله يستي يخصمهم. هسه ما في عشان ما يحسدوه. ما يحسدوه؟ عشان هيك ما برضى يحكي كم راتبه. في هيك او كم معاه مصاري؟ لا هي بجوز عشان الحسد بس. عادي عادي. انا لحد الان ما وقفت مع صبيه الا بتحكي لي عادي، لكن في الحياه الطبيعيه مش عادي. ممكن لما نكبر كثير ممكن نزعل. سألتك كم عمرك بتجاوبي؟ 33. بصراحة بالنسبة للوزن بتحكي ولا صعب؟ 73. عايز لا مش الكل في ناس. ليش شو سبب الخجل؟ ما بعرف يعني ممكن يكون عمرها كبير بتستحي تحكي. وفي بنات عادي ما بتحكي لهم زي أختي يعني عادي. والوزن كمان نفس الإشي؟ يعني الوزن هو في ناس الأغلب بتدقر في الوزن، بس العمر إشي طبيعي عادي يعني عمر مش إشي كثير. عمرك كم؟ 23. وزنك؟ وزني 64. كيلك يا؟ 50. شو رأيك بالبنت؟ حكي مضبوط ولا لا؟ بإيش؟ بإنه البنت سهل تحكي عمرها أو سهل تحكي وزنها؟ عادي يعني سهل. وزنك؟ عمري 16 وزني 65. أنا 29 و50. 22 54. بس 54؟ بس ممكن الزلمة بيستحي مثلا أو مثلا دخله قليل والزلمة بيستحي من دخله. هذا الشيء بيمنع إنه مثلا يتجاوب؟ لا بيحرج؟ لا لا بالعكس. يعني أنا لو سألتك كم راتبك هسه بتحكي لي؟ اسأل. كم راتبك؟ أنا معلم اسمه الله يكون بعوني، عندي محل والله يكون بعوني بس ملناش. هاي المحلات اللي هون. كم في رصيد؟ هسه حاليا ولا جديد ولا إشي الحمد لله. شجاع جدا بتجاوب جدا. ليش الشباب هالايام مش هالايام بشكل عام بحبوش يحكوا كم راتبه، بحبش يحكي كم معاه مصاري في جيبته، بخاف من العين يعني بتعرف في حسد.